اوكي، وصلت مصر. عربيه الناس بتتكلم عليها كتير قوي الايام دي، النيسان جوك ال21. بصورها لكم من المعرض بتاع نيسان على الطريق الدائري. تعالوا نتفرج عليها بسرعه وهي على الارض في المعرض هنا، مش هنحركها. يلا بينا. طيب سريعا، العربيه سب كومباكت كروس اوفر اس يو في، ده الجيل الثاني بتاعها. العربية دي طولها 4.2 متر، وحصل فيها شوية تغييرات. أول حاجة كبيرة يعني ملحوظة، إن هم كبروا قاعدة العجلات، زادت 10 سنتي، وترجمة 6 سنتي بالداخل العربية، يعني المفروض المساحة الخلفية المرة دي تبقى أكبر. الموتور 1000 سي سي، 3 اسطوانات تربو، بيطلع 115 حصان، وبيطلع 200 نيوتن متر تورك، واصلين على ناقل حركة 7 سرعات ديول كلتش درايف. العربية بتتسارع من 0 ل 100 في 11.3، والسرعة القصوى حوالي 180. العربية كمان استفادت غالبا من الموتور الأصغر اللي بيطلع نفس القدرة، استفادت من تخفيض وزن عن اللي قبلها مع انها اكبر منها. برضو مساحة التخزين في الشنطة وصلت ل 414 لتر. تحسنات في كل اتجاه، ولكن في رأيي المتواضع أكتر تحسن بالنسبة لي أنا في الشكل. أنا شخصيا ما كنتش بحب الجوك القديمة، كنت بحس إنها عاملة زي الحشرة. دي حاجة تانية خالص، شكلها حلو جدا، وبازلين مجهود كبير فيها برضو من الداخل ومن الخارج. أكبر تغيير حصل في العربية دي في الجزء ده، العربية بقت شبيهة جدا بالكاشكاي، بس يمكن حاجب الدي لايت راننج لايت الامامي ده شكله حلو. احتفظوا بالانوار الدائريه ولكن بقت شكلها احلى قوي. وهنا برضو ال اي ديز، والنور الرئيسي هنا برضو ال اي دي. الشبكه من تحت مازال شكلها برضو زي الكاشكاي قوي، فيها تشابه قوي من الكاشكاي مع الخط الاكسدام او الشبكه الاماميه السوداء اللي معموله بيانو بلاك، اللي شكلها مفيش شك حلو جدا. من الجنب التغييرات برضو جذرية جدا، العربية دي الفئة العالية اللي ب 379 ألف. المرايات متسودة كلها، وهنا في القوائم كلها سودة في العربية، زائد برضو الجزء الخلفي ده اسود في العربية مع السبويلر. الباب اللي بيفتح كده زي الألفاز اللي عاملينها من 30 سنة. وطبعا الجنوط هنا 19 بوصة 45، دول هيوجعوا بس شكلهم جامد جدا، هيوجعوا بس غالبا يستحقوا الوجع، لان برضو معمولين تو تون وشكلهم حلو. الخطوط بقت احد قوي في العربيه، بدايه من الفانوس الخلفي لخط الكتف اللي بينعم لغايه الباب من هنا. العربيه شكلها بقى عصري اكتر، والسقف فيه انحناء واضح من هنا. من ورا التغييرات برضو مستمره، واخدة الفانوس مشابه قوي بتاع الكاشكاي اللي هو معمول بالحركة ياها دي، زائد هنا بقى فيه كده زي ما تقولوا حركة سبويلر زيادة او مساحة اكتر هنا مع السبويلر الازاز الفيومي، وكلمة جوك وحركات في الاكسدام اكتر بكتير. بقى من ورا شكلها حلو برضو تمام، اتغير عن الاول كتير. الشنطة 422 لتر، كبرت بتاع 60 لتر عن اللي قبل كده، بس فيها التحميل برضو واطي جدا لتحت، يعني دراعي لازم يخش حتة لتحت كبيرة، ولكن ارتفاع الحاجة فيها ممتاز، وفيها أماكن تعليق صغيرة من الجناب. والكراسي طبعا بتنزل 60-40. العربية دي عشان تبقوا عارفين دي طالعة من مصنع انجلترا بتاع نيسان زي الكاشكاي، عشان كده بتخضع للإعفاءات الجمركية. طيب تعالوا نتفرج على المساحة الخلفية اللي زادت. مفروض الكابينة من جوه كلها زادت 6 سنتي، يعني الكرسي ده راجع قدام، وانا طبعا عندي ارتفاع للسقف كبير جدا، المسافة كبيرة. يمكن الحتة دي واطية شوية فممكن اخبط فيها وانا طالع، لكن الارتفاع اول لما تخش كبير جدا، والمسافة يعني معقولة، بس طبعا واضح انها استفادت من طول القاعدة بتاعت العجلات. وهنا في عندي السماعات البوز اللي هنتكلم عليها، والمسند ده كله، الكرسي الامامي ده كله رياضي جدا، دي الفئه الاغلى فئه. طبعا كالعاده حاطط لكم الاسعار والفئات كلها في الاخر، واسعار الصيانات لو عرفت اجيبها برضو منهم.
ولكن العربية مستفيدة مفيش شك من زيادة طول القاعدة. طيب تعالوا نبص على الانتيرير على طول. اول حاجة بتقابلك هو الامبينت لايت اللي هو طالع لك من هنا، والالكانتارا بالدبل ستيتشنج. هنا البلاستيكات من نوع اللي هو مش احلى حاجة ولكن ماشي يعني، وبرده من هنا نفس البلاستيكات هي هي، ولكن هنا في قطيفة بدبل ستيتشنج مميزة جدا فوقيها الامبينت لايت. نفس الحكاية مكملة هنا برضو في القطيفة حوالين فتحات التكييف، والقطيفة في كل حتة من هنا، والقطيفة برضو مكملة لغاية هنا. يعني هما مهتمين قوي بالقطيفة وشكلها جميل جدا مفيش شك من قدام. عجلة القيادة جلد ودي شيبت، وفيها طبعا مثبت سرعة من ناحية دي، الرد على التليفون والسيطرة على نظام الترفيه، وقدامك على طول في كلاستر أمامية ديجيتال زائد الجنبين عاديين، والعربية برضو فيها بادل شيفترز. يعني من جوه برضو مهتمين بالشكل الرياضي، زائد الجزء ده ما قلتش عليه جلد، وهنا سوفت غير الخامة اللي في الباب عشان ما يشققش. ده مفتاح العربية بسيط جدا. عندك هنا فتحة USB، وهنا مكان للتليفون. واخدين بالكم برضو الجزء ده حوالين الجير بوكس او نقل الحركة، برضو زي الامبينت لايت اللي كان في الباب، منظره حلو وحواليه كروم، وهنا بيانو بلاك، وبرضو نفس الالكانتارا بالظبط بالخياطة مكملة من هنا. الكراسي جلد وبرضو فيها خياطة، ما تنسوش دي الفئة العالية اللي ب 379 ألف. وهنا في درايف مود سيلكتر. التكييف يبدو من هنا زون واحدة فقط، ولكن في تدفئة كراسي واضح، ولكن طبعا التكييف برضو اوتوماتيك. لو بصينا على الشاشة الرئيسية تاني هنلاقي السيتنجز بتغيرها من الجزء الشمال من الدريكسيون عادي خالص. طبعا فيها قياس ضغط الهواء، هنتكلم على الحاجات التانية لسه فيها. المراية طبعا تعتيم كهرباء، فرامل كهرباء زائد كاب هولدرز. شوف هنا في حاجة، هنا برضو الخانة اللي تحت المخدع، يعني مش كبيرة بس برضو معمولة بالألكانتارا، يعني رهيب الخامة اللي مستخدمينها. عايز بقى أوريكم أهم حاجة مش باينة من ورا السلوفان، اللي هي السماعات البوز البيرسونال اللي هي تسمع تقريبا في ودانك عشان تخلي التجربة حلوة قوي. التجربة السمعية بالذات تبقى مميزة جدا. زرار الدرايف مود طبعا لما بغير من هنا بيغير لي على طول. هنا حاليا انا في ايكو، وهنا في ستاندرد. ما بين ايكو وستاند وسبورت ثلاثة درايفنج مودز، ستاندرد ايكو وسبورت، لازم تزقها لفوق. نظام الترفيه هنا شاشة 8 بوصة فيها يعني يبدو ان هو كويس مفيش حاجة، ويبدو استجابته مش وحشة مش بطيئة بالعكس، وتقدر تعمل كاستمايزيشن. واضح ان هو بيست على نظام اندرويد وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. الكاميرا بتاعت الرجوع مش هعرف ارجعها لكم عشان مش هعرف ادور عربية جوه المعرض، ولكن فتحات التكييف التلاتة البيانو بلاك دول عاملين زي شوية مرسيدس. بس طبعا انا مازلت معجب جدا بالخط الالكانتارا برضو الابيض اللي جوه الخياطة الالكانتارا، مميز جدا. طيب ودي كانت نظرة سريعة جدا العربية. تعالوا نتكلم شوية على التسعير. هي ب 348 ألف، وفي ب 72 و 79. اللي أنا فيها دي ال 79، جنوطها 19 هي وال 72 ألف. طبعا أنا شايف الجنود دي هتبقى مفورة شوية على الشارع، بس شكلهم جامد جدا الصراحة مفيش شك. الخامات من الجزء الأمامي من العربية ممتازة، والخلفي نفس الحكاية. البيبان هي البلاستيك قوي من فوق ومن تحت حوالين القطيفة، لكن مساحات التخزين كبيرة في العربية. العربية نقلة نوعية عن اللي فاتت في الشكل، وغالبا الموتور بيطلع نفس القدرة او نفس التسارع، وطبعا وزنه خف لان الموتور اصغر. الحاجة المميزة ان البي دي اف او المانيول بتاع العربية من على نيسان نفسهم بيقول ان الثلاث فئات اللي نازلين بنفس معاملات الامان، ودي حاجة بالنسبة لي ممتازة جدا. 6 اير باجز، اي بي اس، والكترونيك بريك اسيست اللي هو الفرملة مع الطريقة يعني، وتوزيع الفرامل الالكترونية اللي هو اي بي دي، وفيكل دايناميك كنترول اللي هو ثبات الكتروني يعني.
فنازله بكل وسائل الامان في كل الفئات، ودي بالنسبه لي حاجه ممتازه، غالبا عشان العربيه دي منشاها اوروبي فهم ما بيتنازلوش في اي فئه. بادل شيفتر زي ما شفنا على عجله القياده، الموضوع كله هنا رياضي جدا بالسماعات البوز، يعني هي معموله قوي، بيقول لك انا عاملها لكم للشباب زي السي اتش ار، يعني شبابيه جدا، ده الرساله واضحه انها للشباب. هيبقى لينا تجربه قياده قدام لما يرخصوا عربيه دامو، لكن الحكايه تغيير كبير بالشاشه الطايره اللي شفتوها في النص الثمانية بوصه بالاندرويد اوتو، بشباب الكانتارا بجنوط بتقول انا لشاب. دلوقتي انا كنت لسه عامل من امبارح الريفيو بتاع المصوره، يعني بتاع الكروسلاند اكس اللي هي في نفس الفئه، بس ازاي اختلاف الشخصيات، دي موجهه اكتر لعيله صغيره، دي موجهه اكتر للشباب، واضحه جدا عربيه شبابي، وخلوا منظرها من جوه يعني مشجع للشباب مفيش شك. واعتقد سعرها هيبقى منافس لان منشأها انجليزي فمعفيه من الضرايب ومعفيه من الجمارك، انا اسف، فمبشره. نشوف بقى هتسوق ازاي بال 19ات دول، وهحط لكم في الاخر كل المواصفات، ولو عجبكم الكلام السريع ده دوسوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم ان شاء الله.